إن المسجد يقول لداخله: ادخل في زمني ودع زمنك وتعال إلي أيها الإنسان الأرضي، لتحقق أن فيك حاسة من السماء، وجئني بقلبك وفكرك. فحينما يصدح المؤذن ويقول الله أكبر، تقع الحياة السماوية في الحياة الأرضية. يشعر الكثير من الصائمين في رمضان بأن الإفطار الجماعي فرصة للم الشمل وتنمية الحس الاجتماعي، وتزيد الألفة والمحبة والتواصل. ووجبة الإفطار في شهر رمضان لها أكثر من معنى، ولولا أهميتها ما كان النبي أن يوصي بها، فهي ركيزة أساسية في توطيد العلاقات. مثل هذه الإفطارات والبرامج ترسخ قيم التآلف والتكاتف والمحبة بين شتى كافة فئات المجتمع. النبي أوصانا بسابع جار، ونحن بهذا الشهر الفضيل على جميع الأخوة وعلى جميع الناس، كل واحد أن يلتفت لجاره وأن يشوف ما يحتاجه. وهذه الأيام يعني الأسعار مرتفعة والناس في غلاء فاحش، فلازم أنه كل الجميع يتعاون من أجل عمل مشاريع زي هذه المشاريع بجميع المساجد بجميع الأماكن، والجميع يأكل بنفس المائدة، سواء كان غني أو فقير، سواء كان أسود أم أبيض. هذه الأمور يعني تزيد المحبة بيننا، تزيد الأخوة وتمنع البغضاء والشحناء. مثل هكذا مواعيد تعود بالنفع على المجتمع وبالألفة، وتشعر الناس يعني أن الغني والفقير قريبين من بعض. وصلا فيك أرجو رب العالمين، أفلح من سينجو بالحب اليقين، يعيش الحياة بنهج قويم. وتجد الصف في المسجد على استوائه كما تجد السطر في الكتاب، ممدودا محتبكا ينتظمه وضع واحد. ويكشف المسجد في نوره الروحي عن معان رائعة، فما المسجد بناء ولا كغيره من الأمكنة، بل هو تصحيح للعالم الذي يموج حوله ويضطرب. فإن في الحياة أسباب الزيغ والباطل والمنافسة والعداوة ونحوها، وهذه كلها يمحوها المسجد، إذ يجمع الناس على صلوات خمس وعلى مائدة إفطار بسلامة الصدر وبراءة القلب وروحانية النفس. ثم يستوي الجميع في المسجد استواء واحدا، ويقفون موقفا واحدا، ويكونون جميعا في نفسية واحدة. وليس هذا وحده، بل يخرون إلى الأرض جميعا ساجدين لله، فليس لرأس على رأس ارتفاع ولا لوجه على وجه تمييز، فجميعهم عباد الله في بيت الله. لا تضطربوا، هذا هو النظام. لا تنحرفوا، هذا هو النهج. لا تتراجعوا، هذا هو النداء. فلن يكبر عليكم شيء ما دامت كلمتكم الله أكبر. وفاء اليوسفي لبرنامج رمضان والناس.